واحد بيسأل بيقول نياحة الأنبا مكاري أسقف العريش أين ومتى تكون الصلاة؟ بكرة إن شاء الله في العريش الساعة 2 بعد الظهر. واحد بيقول وبعدين في مثل العشر عزارة، لماذا كانت العزارة تنتظر العريس وما دلالة ذلك في العهد القديم عند اليهود؟ لا، هي رمز في العهد الجديد على اعتبار مجيء العريس، يعني المجيء الثاني للسيد المسيح. والعذارة اللي بينتظروه يعني النفوس العذارة التي لم تعطي ذاتها لآخر. وكلمة خمسة ترمز للبشر، فالخمس عذارى الجاهلات يعني كل البشر الجاهلين، والخمس عذارى الحكيمات كل البشر الحكماء. واحد بيقول كيف تقوى الإرادة وكيف تضعف؟ وكيف تتفق إرادة الله مع إرادتي؟ ومتى تظهر إرادة الله فقط وتختفي إرادتي؟ تقوية الإرادة تكون بضبط النفس. ضبط النفس وإن الإنسان يصمم ولا يتراخى، خصوصا في الأمور السليمة اللي متأكد منها. وممكن تقوية الإرادة من التدريب بتاعت الصوم مثلا، لأن الصوم أنت بتنفذ إرادتك في أنك أنت ما تاكلش صنف معين أو ما تاكلش في وقت معين. ممكن تقوية الإرادة بالتدريب الروحية عموما، الواحد يعمل لنفسه تدريب روحي ويصمم عليه وينفذه. بلاش الحاجات دي. وبالإهمال وباللامبالاة. وبالعادة الواحد لما بيعتاد على شيء بيستمر فيه حتى ولو بدون إرادة. كيف تتفق إرادة الله مع إرادتي؟ الأحسن في السؤال أنك تقول كيف تتفق إرادتي مع إرادة الله، بأنك أنت تعمل الخير وتسلك في وصايا ربنا وما تفكرش في أكتر من كده. واحد بيقول على بعض أشعار ليا
منها امسك الصوت وأدب أيها القدوس شعبك، إنهم ضلوا وزاغوا ونسوا يا رب حبك، وعند أقدامك أكسو طالبا في الضيق عونه. لماذا لم تنشر تلك الأبيات في كتاب انطلاق الروح؟ هي نشر بعضها في مجلة الكرازة، واللي ما نشرش في كتاب انطلاق الروح نشر في كتاب أمثال شعبية وحكم وحاجات زي دي. إن شاء الله في مرة مقبلة نبقى ندخلها في كتاب انطلاق الروح. سؤال: هل يجوز الزواج العرفي؟ لا طبعا، الزواج العرفي هو زنا واضح، لأن الزواج عبارة عن سر من أسرار الكنيسة، يقوم بالصلاة الكاهن وطقوس معينة. فالعرف ده لا هو فيه كهنوت ولا كنيسة ولا طقوس ولا حاجة. بيقول: لأن الزوجة شاكية زوجها في المحاكم بقضية، أولا نفقة، ثانيا قضية ضرب دون أن يلمسها. دي أمور أنا ما أخشش فيها، خلي المحكمة هي اللي تخش. أنا إيه اللي عرفني ضربها ما ضربهاش؟ دي أمور المحكمة تخش فيها. واحد بيقول: نطلب من قداستكم القيام بمحاضرة للشباب لمعرفة طبيعة العلاقة بين الشباب والشابات، خاصة في المرحلة الثانوية وبعدها الجامعية. معرفش أسخفية الشباب على ما أظن بتعمل لكم حاجات كتير في الموضوع ده. هسأل نيافة الأنبا موسى، عملوا لكم محاضرات في الموضوع ده ولا لا؟ لكن أنا لما أعمل محاضرة للشباب عن كده، يبقى أي شباب بتاع كنيسة معينة ولا اجتماع عمومي للشباب؟ نتفهم مع الأنبا موسى. واحد بيقول: نحن نحب أن نعطي الفقراء كل متطلباتهم جديدة، وتوجد آية في سفر يشوع بن سيراخ تقول: لا تقدم هدايا بها عيب فإن الرب لا يقبلها. ويوجد بعض الناس يقدمون عطايا قديمة، ملابس مستعملة، فهل تكون هذه العطايا مقبولة؟ تكون مقبولة خالص. الحاجة التي لا يقبلها الله هي الذبائح التي فيها عيب، لكن حاجة للفقراء أي حاجة ياخدوها كويس. ما فيهاش حاجة. جايز اللي انت فاكره فيه عيب بالنسبة لهم يكونوا حاجة كبيرة وكويسة. لا تنسى ان المسيح في قصة في معجزة الخمس خبزات امر بجمع الكسر. طبعا ما في شك ان الكسر اتوزعت، ما قالش لازم تدي صحيح لبلاش. واحد بيذكر الآية في أفسس 4: وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء والبعض رعاة ومعلمين، وفي رومية 12:7: أما المعلم ففي التعليم. وبيقول ماذا يقصد بفكرة إيه ده؟
المونوفيزايتس. طب وش دخل دي في بتاع التعليم ده؟ ولماذا اتهمت الكنائس الشرقية غير الخلقدونية بأنها تبعها؟ مونو يعني وحيد، واحد يعني، زي ما تقول مونو جنيس يعني وحيد الجنس، مونوجامي يعني الزيجة الواحدة، مونولوج يعني واحد بيتكلم لوحده، غير ديالوج اتنين بيتكلموا مع بعض. فمونوفيزايت يعني أصحاب الطبيعة الواحدة، جاي من كلمة فيزيس باليوناني يعني طبيعة، اللي أخذوا منها في الإنجليزي فيزيكس، واللي بالعربي بيترجموها الفيزياء، كما لو كانت كلمة عربية، وهي مش عربية، هي نحت. فمونوفيزايتس يعني الطبيعة الواحدة. هي مشكلة كانت ليها دوافع نفسية في القرن الخامس وفهم خاطئ. كما لو كنا احنا بنؤمن بطبيعة واحدة من طبيعتي السيد المسيح ولا نؤمن بالطبيعة الثانية، نحن نؤمن بطبيعتين للسيد المسيح، طبيعة إلهية وطبيعة بشرية، ولكنهما متحدتان معا في طبيعة واحدة هي الطبيعة البشرية. فالطبيعة البشرية هي طبيعة من طبيعتين. بالنسبة للبشر عموما، كل إنسان طبيعة من طبيعتين، جسد طبيعة وروح طبيعة، وهم الاثنين متحدين مع بعض في طبيعة بشرية. أما السيد المسيح فالطبيعة اللاهوتية متحدة مع الطبيعة البشرية في طبيعة واحدة هي الكلمة المتجسد. ونحن لا نؤمن بانفصال الطبيعتين بعد الاتحاد، وهذا الاتحاد تم في بطن السيدة العذراء من اللحظة الأولى للحبل المقدس. مش معقول ان احنا نكون بنؤمن بطبيعة واحدة ونسيب التانية، فان هي في الاتنين لا نؤمن بيها. معقول ان احنا لا نؤمن بالطبيعة اللاهوتية؟ مستحيل. ده القديس أثناسيوس الإسكندري هو أكبر قديس في العالم كله دافع عن لاهوت المسيح. أما الطبيعة البشرية فالقديس أثناسيوس نفسه هو الذي أصدر كتابه تجسد الكلمة عن الطبيعة البشرية. لكن ما نؤمنش بطبيعتين منفصلتين، إنما الطبيعتان متحدتان معا في طبيعة واحدة. هذه الطبيعة الواحدة ليست هي اللاهوت فقط ولا هي الناسوت فقط، إنما هي طبيعة الكلمة المتجسد. واحد بيقول قرأت في كتب قداستكم ولبعض الآباء إن التوبة الحقيقية تكون بالدموع. لا، أنا ما اشترطتش دموع، يعني هو الدموع بتحصل أحيانا، لكن مش معناها لو ما بكاش يبقى ما تبش. بس أنت توب حتى لو ما دمعتش زي بعض. بيقول وأنا تبت ولا يوجد دموع، ولكن أشعر أن التوبة من القلب، فهل هذه توبة أم نزوة روحية؟ لا، توبة، بس اختبار أنها توبة ولا لا، إذا كنت أنت هترجع للخطية ولا لا. فكلمة تبت يعني حرمت، يعني ما عدتش.
واحدة بتقول يا سيدنا أنا فتاة متقدم لي شخص واخد ثانوية عامة وأنا معايا معهد، لكن مشكلتي السكن في وسط عائلته في المنوفية، وأنا خايفة من الحياة في وسط أهله وخايفة من مشاكل أمه معايا، وعايزة أعرف صوت ربنا في الموضوع، ومش عايزة مش عارفة أعرفه إزاي. ممكن تنورني وتعرفني رأي قداستك؟ أنت في الحقيقة تعرضت لموضوعتين، لموضوعين، واحد منهم حكاية الشهادة، والتاني حكاية السكن مع أهله، وربما التالت حكاية بلد تانية هي المنوفية. المهم طبيعة الشخص كويس ولا لا، مش حكاية ثانوية أو غير ثانوية. فهل ثانوية ووظيفة كويسة كبيرة، ولا ثانوية ولا تكفي المهية؟ ازاي يعني؟ دور. ثانيا، هل هو واخد ثانوية وطبعه كويس وعلاقته مع ربنا علاقة طيبة، ام علاقته مع ربنا علاقة ثانوية؟ كذلك عيلته، هل أمه ست طيبة تريحك ولا لا؟ دلوقتي في حكاية السكن وأزمة السكن بيحصل إن كتير بيسكنوا مع العائلة، لكن هل هم أمه طيبة ولا لا؟ هل لما انت قعدت معاها كان شعورك نحوها ايه وشعورها هي نحوك ايه؟ ثم هل السكنة مع امه هتكون بصفة مؤقتة لغاية لما يلاقي سكن، ولا بصفة دائمة؟ وهل وظيفته بالثانوية تساعده على شقة مستقلة بصفة دائمة ولا لا؟ ثم سؤال آخر، هل لو أنت رفضتيه هتندمي عليه ولا لا؟ جاوبي على الأسئلة دي في قلبك، في خبرتك هتعرف الجواب. واحد بيقول أرجو السماح لي بدخول الإكليريكية قسم نهاري، حيث أني حاصل على ليسانس آداب قسم فلسفة فرنسية عام 97، وأعمل مدرس بمدرسة خاصة، وأريد التفرغ للخدمة والدراسة. ونظرا لظروف مطراننا المحبوب الأنبا أثناسيوس مطران بني سويف، ظروفه الصحية رفض إعطاء تزكية لأحد. لازم نسأله عنك ونشوف رأيه فيك إيه. هل هو مدكش التزكية لظروف صحية، ولا مدكش التزكية لأسباب تختص بيك أنت مش بيه هو؟ وانت اتخرجت سنة 97 لسانس اداب فرنساوي، فما اشتغلت مدرس، فهل هتندم على وظيفة مدرس
في مدرسة خاصة إذا سبتها ولا لا؟ هي عايزة قعدة خاصة معك. احنا بنعمل للطلبة الجداد اختبار شخصي، فممكن في قعدة خاصة ينظر فيها إلى شخصيتك نفسها مش لمجرد الشهادة. من جهة الشهادة مقبولة، لكن الاختبار الشخصي يودي حاجة تانية. ثم هل أنت كان ليك خدمة سابقة ولا لا؟ يعني اشتغلت في الخدمة قبل كده ولا لا؟ سواء خدمة في مدارس أحد أو خدمة اجتماعية أو خدمة افتقاد أو خدمة شمامسة، وما رأي المسؤولين عنك في الخدمة من جهة ترشيحك للكلية؟ الحاجات دي أنا بقول لك الأسئلة قبل ما تجيلك، ولما تخش في الاختبار الشخصي هيبان. واحد بيقول على الاحتفالية في يومي الجمعة والسبت، هل هي بالتذاكر أيضا أم بدون تذاكر؟ بيقول بجنيه واحد. يعني حفلة الاحتفالية صرفوا عليها عشرات الآلاف من الجنيهات، وخصوصا في عمل المسرح الكبير اللي قعدوا يدقدقوا فيه بالخشب شهرين ولا ثلاثة، وأيضا الفلوس اللي يدوها للمخرجين للتلفزيون للحاجات دي. يعني مجرد جنيه دي حاجة بسيطة لودت ولا جبت. إذا ما كنتش لاقي الجنيه تعال أدهولك وتحضر. هو كل واحد يجي يقول تعالى اديني جنيه. بكرة احتفالية مبارك شعبي مصر بحضور كبار رجال الدولة، الجميع مدعوون، والتذاكر بالتذاكر بفناء الكاتدرائية، وهي هتبتدي متأخرة على اعتبار ان لما يكون في تمثيلية عايزة تتعرض في الضلمة، فهيستنوا لما تيجي الضلمة، هتكون بالليل، ونكون احنا بمعونة ربنا رجعنا من العريش. ومكتوب كمان ان في معرض شامل لرحلة العائلة المقدسة، مفروض اني افتتحه، كاتبين كده من 10 صباحا. ده انا بكرة هتكون اوقاتي ضيقة جدا لابعد الحدود، عندي لجنة البر وعندي السفر، والمعرض ده ممكن ان انا افتتحه بس، لكن ساعات يعزموني في كل حتة ولازم اقف هنا واشرح هنا واسلم هنا. يعني لو كان مكتوب 10 صباحا، لو كان 9:30 او 10:15 اروح المعرض ده وبعدين اروح على لجنة البر بدون زحام يبقى كويس.
واحد بيسأل سؤال عن النكد والحاجات، خليها لمناسبة أخرى عشان النهارده ما يناسبهاش الكلام ده. من ضمن اللي حضروا معانا النهارده وفد مكون من 65 من كنيسة العذراء والقديس أثناسيوس بميسيساغا، نحييهم جميعا. وأيضا جاي وفد رحلة من نجع رزيب مرحبا بكم، ووفد من هولندا مكون من 10 أفراد وبعض الضيوف من أمريكا وأستراليا، نحييهم جميعا. نكتفي بالأسئلة دي، قول لنا الترتيلة بتاع الدقائق قليلة وبعدين نبتدي في المحاضرة. الشهداء بالإخمين وعايزين نبقى المحاضرة من الشهداء، اقعد معاهم وشوفهم عايزين ايه. يا ابن غبريل يا سيدنا، ده سايب الدين وبيلف الإخمين كذا سنة، وسيدنا أم بصون عارف كده. ايه؟ سيدنا أم بصون عارف إن هو سايب الدين من 3 4 سنين 5 سنين وبيلف. طب اقعدوا مع الرهبان دول وخدوا منهم كل كلامهم. ده هو أبونا موسى بس. خدوا كلامه، يقول لك مجموعة من الرهبان جايين من 5 6. قول الأنبا سيرمون.
كفاية مسكنة ونبتدي المحاضرة. إله الواحد أمين. أريد أن أحدثكم في هذه الليلة عن الآيات الأولى من سفر التكوين، حيث يقول الوحي الإلهي: في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خربة وخاوية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. ثم قال الله: ليكن نور، فكان نور. ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا النور نهارا، ودعا الظلمة ليلا، وكان مساء، وكان الصباح يوما واحدا. فيبقى مسألة خلق النور ومسألة الظلمة. عايز أقول لكم إن هناك درجات من النور، هناك درجات من النور. أول حاجة النور المادي، النور المادي، وهو أيضا على أنواع. نور في ذاته مثل نور الشمس ونور النجوم. الشمس مضيئة بذاتها والنجوم مضيئة بذاتها، وحتى النجوم درجات، نجم يمتاز عن نجم في الرفعة. وفي نور مكتسب زي القمر بيكتسب نوره من الشمس، بينما هو جسم مظلم أو كوكب مظلم إذا اختفى عنه نور الشمس لا ينير. يبقى القمر والكواكب نوع تاني من النور. وهناك النور الذي يصل إلينا من أشعة الشمس أو من نور النجوم أو من نور القمر حينما تنعكس عليه أشعة الشمس. كل دول اسمهم النور الإيه؟ المادي. في نور تاني، نور عقلي وروحي، كما في البشر والملائكة. قيل عن الملائكة إنهم ملائكة من نور، ملائكة من نور، كما ورد في كورنثوس الثانية 11-14. بطبيعتهم نور. وأيضا أرواح في مزمور 104-4: الذي خلق ملائكته أرواحا وخدامه نارا تلتهب. ونلاحظ في قصة خروج بطرس من السجن أن لما ذهب إلى بيت مريم أم القديس ماري مرقس، يقول الكتاب عنه: وإذا قبل ما يروح لبيت مريم وهو في السجن، يقول الكتاب عنه: وإذا ملاك قد أقبل ونور أضاء في البيت.
يعني الملاك لما بيجي بطبيعته بيبقى نور، البشر أيضا فيهم نور، نور العقل، نور الضمير، نور الروح. والسيد المسيح بيقول إذا كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ النور الذي فيك، النور اللي فيك اللي هو نور الضمير، نور العقل، نور الروح، وأيضا البساطة كما في نور العينين. ولذلك قال إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا. مش جسدك يكون نير يعني يخرج منه نور شعاع، لا، يكون نير من الناحية الروحية، جسد نير. وفي سفر الأمثال يقول نور العينين يفرح القلب. أول نوع من النور، النور المادي، وتاني نوع النور العقلي والروحي، تالت نوع النور الإلهي. يعني نور إلهي؟ قيل إن الله نور لا يدنى منه في تيموثاوس الأولى 6:16، وقيل إنه اللابس النور كثوب في مزمور 104:2. الله بطبيعته نور زي ما هنشرح، وأيضا هو نور في ظهوراته زي في التجلي، ظهر بنور، نور عجيب. وفي رؤيا إصحاح 1 لما ظهر ليوحنا الحبيب، وأيضا في أعمال 26 لما شرح شاول الطرسوسي ظهور الرب له في طريق دمشق، فقال له إيه؟ قال له إن في نصف النهار إذا نور قد أبرق حولي أفضل من لمعان الشمس. يعني لما المسيح ظهر لشاول الطرسوسي ظهر له في عز الظهر والشمس واضحة جدا، لكن كان باين نور عجيب جدا أفضل من نور الشمس، لدرجة إن عيني شاول لم تحتمل هذا النور، وجاله قشور على عينيه وقعد شوية لغاية لما زال القشور. ده نور إلهي. وربنا لما يظهر بنوره الإلهي بيظهر بدرجة بسيطة يمكن للإنسان أن يحتملها. مش كل إنسان يقدر يحتمل نور ربنا، بدليل إن يوحنا الحبيب لما ظهر له ربنا يسوع المسيح بيقول وقعت عند قدميه كميت، مش قادر يحتمل. فبيظهر بنور على قدر احتمال الإنسان. ولما ظهر لموسى النبي كنور، موسى النبي وبقى نار، بقى وجهه مضيء لدرجة الشعب ما احتملوش النظر إلى وجهه لما نزل، فحطوا برقه على وجهه عشان يخبي النور اللي موجود عنده. على فكرة الحكاية دي موجودة حاليا في رسامة
بطاركة الأرمن اللي بيسموهم جاسليق، لما يرسموه يحط له زي برقه على وجهه، رمز لحكاية موسى يعني. نور ربنا نور عجيب، لدرجة ان قيل في الأبدية، لما نكون في الأبدية في أورشليم السمائية، قالوا لا يحتاجون فيها إلى نور مصباح ولا إلى نور شمس، لأن الرب الإله ينيرهم. يعني في السماء في الأبدية ما فيش أنوار مادية، نور ربنا هو اللي بينير. وطبعا الملائكة ملائكة من نور، والبشر هيقوموا بأجساد روحانية منيرة، يعني الحكاية نور طبيعي من دي ولا دي. الله أيضا نور في كلماته وفي كتابه المقدس، بنقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، دي في مزمور 119، وفي مزمور 19 بس أو 20 يقول وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد. إذن هناك درجات من النور، النور المادي في الشمس في النجوم في القمر في الأشعة التي تصل إلينا، النور العقلي والروحي في البشر، نور الملائكة، والنور الإلهي بالدرجات التي يسمح بها حسب احتمال البشر. طب نخش شوية في حكاية الله نور. الله نور يشرق ونور يبهر ونور يكشف ونور يرشد. يعني في نور بيشرق وفي نور يبهر، يعني لا يحتمله البصر زي ما حصل لشاول الطرسوسي، وفي نور يكشف خبايا القلوب، وفي نور يرشد الناس. وربنا لكي يميزوه عن غيره أو بطبيعته يعني سمي النور الحقيقي، النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان، لأن هو النور الحقيقي. نور الشمس ده نور مادي، نور النجوم نور مادي، نور الملائكة نسبي، لكن ربنا النور الحقيقي. واحنا بنقول في المزمور الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. فأنت اسأل نفسك، هل فعلا ربنا بينير حياتك وتشعر بنور ربنا جوه قلبك وجوه فكرك، أو على الأقل تصلي وتقول أنر يا رب فهمي، أنر يا رب بصيرتي، أنر عيني لألا أنام نوم الوفاء. وفي المزمور بنقول له أنر بوجهك علينا فنخلص، في مزمور 80 آية 3. الابن اللي هو الله الابن الله الكلمة، بنقول في قانون الإيمان نور من نور، نور من نور، يعني هو نور بطبيعته مولود من النور اللي هو الآب، فبنقول نور من نور، إلى حق من إلى حق. وهو قال لتلاميذه، قال لهم النور معكم زمانا قليلا بعد، فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام، في يوحنا 12. وقال أنا نور العالم.
وقيل عنه النور أضاء في الظلمة والظلمة لم تدركه، يقصد بالظلمة الناس الأشرار. وبطرس الرسول بيقول في رسالته الأولى 2:9: دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. وبيقولوا في مجيئه في أشعياء 9:2: الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما. دي عن نور ربنا في الهداية وفي الخلاص. وأيضا ميخا النبي يقول في إصحاح 7:8: لا تشمتي بي عدوتي فإني إن سقطت أقوم. إذا جلست في الظلمة الرب ينير لي، عن هداية ربنا. وبنقول له أيضا: بنورك نعاين النور، في مزمور 36:9. إذن الله نور، ونوره يدخل إلينا عقليا وروحيا لكي يهدينا، لكي يرشدنا، لكي يقودنا إلى التوبة، لكي يعطينا القدرة على معاينة النور. ومع ذلك للأسف الشديد قيل عن البشر أنهم أحبوا الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. عايز أخش شوية في نقطة تانية اللي هي قصة خلق النور. عايزكم تفرقوا بين حاجتين: خلق النور كنور في اليوم الأول، صنع الشمس والقمر في اليوم الرابع. يعني ربنا في الأول أوجد المادة كلها وابتدى المادة دي يشكلها تشكيل، فأوجد النور في اليوم الأول وبدأ يشكله. في اليوم الرابع خلق، صنع النيرين العظيمين من هذا النور بتاع اليوم الأول، دي شمس دي قمر دي نجوم إلى آخره. والأرض بدأ يشكلها، خلى اليابسة لوحديها والبحر لوحده، وبعدين طلع من اليابسة نباتات وطلع من البحر طيور، ابتدى يشتغل. ففي اليوم في البدء خلق الله السماوات والأرض، خلق المادة. طب مادة الأرض عرفناها، والنور المادي عرفناه، طب ايه حكاية بيقول في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وخاوية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه؟ منين جت الظلمة؟ علميا نقدر نقول الحكاية الآتية: الأرض كانت جزءا من المجموعة الشمسية وانفصلت من المجموعة الشمسية. لما انفصلت من المجموعة الشمسية كانت لهيب نار، عبارة عن نار، شوية بشوية ابتدت تبرد، والذي برد هو سطح الأرض، وباطن الأرض ما زال ملتهبا تخرج منه البراكين والنافورات الساخنة. لكن لما الأرض كانت ملتهبة وفي غمر مغمورة بالمياه، كانت كمية البخر شديدة جدا جدا لدرجة عمر الضباب، خلى فيه ظلمة على وجه الأرض، ظلمة من الضباب الشديد الكثيف اللي ناتج عن حرارة الأرض
والماء الذي يغمره. لدرجة ساعات في بلاد زي انجلترا الضباب ما يقدروش يشوفوا اذا كان الضباب كثيف. ده احنا عندنا في مصر احيانا لما الشبورة تكون شديدة العربيات ما بتعرفش تمشي، ما يشوفش متر قدامه اذا كانت شديدة. قال الله ليكن نور، قال الله ليكن نور. اما ليكن نور يعني بلفظ الكلمة صار نور، زي ما بنقول في التسبحة إن ثق أف جست وه أف شوبي، يعني قال فكانت. قال إيه؟ فكان إن ثف أف جست، يعني هو قال الكلمة وه أف شوبي، يعني خدت راحت على بال ما إيه تكون. دي اللحن عندنا ليه حكمة، ما يقول ان صف اف جست يعني قال كلمة اوه اف شوبي على بال ما الدنيا بردت، على بال ما الارض بردت والبخر قل والضباب راح والنور ظهر اف شوبي. دي ايه؟ عن النور المادي، النور المادي فظهر النور. نلاحظ هنا ملاحظة جميلة جدا، كان على وجه الغمر ظلمة، الله لم يقل لا تكن ظلمة إنما قال ليكن نور، فكان نور وبقيت الظلمة. إيه الحكاية دي يا رب؟ ناخد منها دروس إيه؟ ناخد أول درس العمل الإيجابي، بدلا من أن طلعنا الظلام أضيء شمعة، لكن ده مش أضاء شمعة، ده أضاء نور عجيب. لم يقل لا تكن ظلمة إنما قال ليكن نور، العمل الإيجابي. ثاني درس تكافؤ الفرص، أعطى الظلمة فرصة إنها توجد وتعمل وتورينا شطارتها. ممكن بشيء من الروحيات كده على خفيف ناخد المبدأ الثالث اللي قاله السيد المسيح، لا تقاوم الشر، لا تقاوم الشر، ما تاخدش حياتك كلها صراع مع الشر، اشتغل في الإيجابيات والشر هيروح لوحده. قال الله ليكن نور فكان نور. كان النور المادي اللي هي مادة النور، وكان نور آخر. ايه النور الآخر؟ الملائكة اللي هم ملائكة من نور. يبقى نقدر نقول ان الملائكة خلقوا في اليوم الأول. البعض قال في البدء خلق الله السماوات والأرض، يبقى السماوات وكل ما فيها من ملائكة والأرض وكل ما فيها من مادة. لكن كلمة في البدء خلق الله السماوات والأرض كلمة عامة، ابتدى يخش في التفاصيل. فقال ليكن نور فكان نور، كانت أيضا ملائكة النور، وملائكة النور هي نورانية فعلا، يعني الملاك لما بيظهر في مجده ملاك من نور. حتى قيل في كورنثوس الثانية 11-14 ان الشيطان لما بيجي يخدع ممكن ان يتشكل بهيئة ملاك من نور. اذا طبيعة الملاك ملاك من نور، ولكن أيضا الملائكة فيها نور آخر، إنها مخلوقات أرواح وأرواح عاقلة، فالأرواح لها نور والعاقلة دي نور. ولذلك في مزمور 104:4
يقول الذي خلق ملائكته أرواحا وخدامه نارا تلتهب. فبطبيعتهم نور نار، مخلوقات عاقلة مخلوقات روحانية، فعاقلة وروحانية دي فيها نور. واحد من هؤلاء الملائكة سقط وجر معاه مجموعات اللي هو الشيطان، الذي وردت قصة سقوطه في أشعياء 14 آية 13 و14 وفي حزقيال 28. سقط، لما سقط فقد نوره وصار ظلمة. لما سقط فقد نوره وصار ظلمة، نزل إلى الهاوية إلى أسافل الجب، فقد موضعه في السماء، لأن في السماء لا يمكن أن يشترك النور مع الظلمة. السماء نور وسكانها نورانيون، والله النور الحقيقي لا شرك للنور مع الظلمة، نزل تحت في الهوية. كان أحيانا يشب من الهوية دي ويطلع في قصة أيوب ولا حاجة. طبعا في قصة أيوب، أيوب كان على الأرض لكن هو بطلعش السماء، يشب، لكن موضعه الأصلي هو الهوية. الشيطان سقط سقوطا لا قيام بعده، ولذلك قيل عنه في التشبيه إن زي ورقة وقعت في دواية حبر فامتصت الحبر. دي هتطلع الحبر منها ازاي؟ الشيطان بقى من هذا النوع. وبعدين يقول الكتاب ايه؟ ثم قال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة. رأى الله النور أنه حسن، ما فيش شك النور ماديا أو روحيا أو عقليا هو حسن. على الأقل البشر الذين يسلكون في النور بيبقى لهم صورة الله. فصل الله بين النور والظلمة، لا شركة بين النور والظلمة. وسقوط الشيطان وفصله عن السماء والملائكة هي أول عملية فرز، excommunication. excommunication اكس يعني بره، كوميونيكيشن من الكوميونيتي، بقى خارج الكوميونيتي، اكس كوميونيكيشن اوت اوف ذا كوميونيتي، خارج الكوميونيتي بتاع الابرار وبتاع الملائكه وبتاع السماء. الرسول بيقول في كورنثوس الاولى 5 اخر ايه: اعزلوا الخبيث من وسطكم. اهو عزل الخبيث اللي هو الشيطان. ولذلك السيد المسيح حسنا قال: أبصرت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. كان برق وضاع. فصل الله بين النور والظلمة في السماء وعلى الأرض أيضا، كان في كل حين يفصل النور عن الظلمة. لما وجد نوح عايش وسط شعبه كله ظلام، فصله في الفلك وفصل النور عن الظلمة، النور اللي هو نوح وأسرته عن الظلمة اللي هو الشعب الذي غرق في الطوفان. ولما أراد الله أن يحرق سادوم
فصل لوط وابنتيه عن الظلمة بتاعت سادوم، مبدأ فصل النور عن الظلمة. ولما العالم ضل ووقع في عبادة الأصنام، جه ربنا أخذ إبراهيم أب الآباء وقال له أخرج من أهلك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك اللي هم بيعبدوا الأصنام، وروح فين؟ إلى الجبل الذي أريك، لأن أريد أن أفصل النور عن الظلمة. وفي الأبدية سينفصل النور عن الظلمة، والأشرار والشيطان يبقوا في الظلمة الخارجية. يعني في الظلمة الخارجية خارج جماعة الله، خارج أولاد الله، خارج جماعة القديسين، خارج جماعة الملائكة والأبرار، بالظلمة الخارجية. لاحظوا أن أول ظلمة روحية كانت ظلمة إرادية. أول ظلمة روحية هي ظلمة الشيطان، لما ظلم بعد أن كان نورا كانت إرادية. لكن الظلمة المادية دي كانت نتيجة عوامل طبيعية. الملائكة نور بطبيعتهم نور، وأيضا لأنهم قريبون من الله اللي هو النور الحقيقي يبقوا نور. يفيض عليهم الله من نوره، من نوره وليس من جوهره، يفيض عليهم الله من نوره. كذلك هم في الكنيسة أنوار، أو تمثلهم الكنيسة بأنوار، تمثلهم الكنيسة إيه؟ بأنوار. دلوقتي الكنيسة دلوقتي بتعمل أنوار اللي هي كهرباء ولا غيره، لكن الأنوار في الكنيسة ترمز للملائكة عموما. يعني ما دام الكنيسة ترمز للسماء، يبقى الأنوار التي فيها ترمز للملائكة. حتى في الهيكل على المذبح في تقديس سر الإفخارستية، وبنقول لربنا أنت هو القيام حولك الصاروفي الشاروبيم والصاروفيم والقوات والأرباب والكراسي، الملائكة حولك، فيوقدون شموعا أثناء سر الإفخارستية على المذبح تمثل الملائكة اللي هم حوالين ربنا. وأيضا تلاقوا الشمامسة بيمسكوا لفايف ويترفرف كده، يمكن البعض منهم فكر انه بينش الدبان اللي هناك، طبعا في بلادنا فيهاش دبان، لكن دي كرفرفة الملائكة اللي حوالين المذبح، ملائكة بترفرف كده حوالين المذبح. وأيضا رمز لروح الله الذي كان يرف على وجه الماء، دي موجودة في المعمودية أكتر. هم أنوارهم في الكنيسة، تمثلهم شموع المذبح والرفرفة. وأيضا السراج الذي يوضع في الشرقية في النيش، النيش اللي في شرقية الهيكل بيتحط سراج كده، يرمز إلى نجم المجوس. ونجم المجوس لم يكن نجما ماديا زي النجوم العادية اللي بتشوفوها دي، ده كان قوة إلهية أو قوة ملائكية ظهرت في هيئة نجم. وإحنا إن شاء الله لما نذهب إلى السماء، لو أراد ربنا أنه يدخلنا السماء، كان نكون كملائكة الله في السماء. ليس فقط كملائكة الله في السماء أنهم لا يتزوجون ولا يزوجون، وإنما أيضا كملائكة الله في السماء أرواح عاقلة نورانية.
أرواح عاقلة إيه؟ نور. أمين. إن كان الله نور وقال أنا نور العالم، قال أيضا أنتم نور العالم. فلما قال الله ليكن نور، قصد أيضا أن توجد كائنات مخلوقة هي نور. الملائكة نور في السماء، وإحنا فيما بعد لما جه دورنا في الخليقة بقينا نور على الأرض. طب تبقوا ازاي نور العالم؟ بحلول الرب فيكم الذي هو النور الحقيقي، تبقى انتم نور. طب اللي ما بيحلش فيه ربنا ما يبقاش نور، يبقى ظلمة. يبقى حكاية انتم نور العالم قصد بها الاشخاص اللي ربنا بيحل فيهم، اللي الروح القدس بيحل فيهم، وده روح الله نور. أيضا التأثر بالنور الإلهي، لما موسى تأثر بنور ربنا بقى وجهه يلمع، لما شاول الطرسوسي اتأثر بنور ربنا عينيه ما قدرتش. وفي المعمودية يسمونها استنارة، عشان كده في عبرانيين 6 يقول لأن الذين استنيروا مرة وصاروا شرقاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي، دي فين دي؟ في المعمودية، تسمى استنارة، تصبح نور. إزاي تصبح نور؟ تصبح إنسان جديد على صورة الله اللي هو نور، فتصبح نور، تصبح مولود من الله اللي هو نور، تبقى نور. بولس الرسول بيقول في غلاطية 3:27 لأن جميعكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، والمسيح نور العالم، وتلبس المسيح تبقى نور، ونبقى نور بقى زي ما نقول الشمس بتعطي نورها للقمر والقمر بينير مع انه كوكب مظلم، نحن ننير بنور الله الذي يفيضه علينا. القديسون انوار، القديسون ايه؟ انوار. ولذلك في ايقونة القديس بنحط حوالين رأسه هالة من نور. ليه بنحط هالة من نور؟ لأن هو نور. أنا لا أستطيع أن أتصور حالة العالم إذا كان ليس فيه قديسون. العالم بدون قديسين يبقى ظلمة. القديسون هم نور العالم، هم النور المتبقي في العالم. ولأن الكنيسة هي جماعة المؤمنين والمؤمنون نور في العالم، لذلك سميت الكنيسة منارة، سميت الكنيسة منارة. في سفر الرؤيا إصحاح 1 و2 المسيح لما ظهر ليوحنا الحبيب كان وسط المنائر 7 اللي هم الكنائس 7، فسميت الكنائس بمنارات. الكنيسة كلها كجماعة مؤمنين تعتبر منارة. انتوا بس بتشوفوا المنارة دي اللي طلع لفوق زي منارة الكاتدرائية بتاعت 96 متر، عبارة عن سهم متجه نحو الله يشير للناس الى الله فوق في السماء. ادي المنارة. لكن المنارة في حقيقتها هي جماعة المؤمنين المنيرين، يبقى هي منارة. ولأن القديسين عبارة عن نور، لذلك لا تخلو الكنيسة أبدا من النور،
نضع النور أمام الأيقونات على اعتبار أن القديس كان نورا للعالم. وكان في العهد القديم لا تخلو خيمة الاجتماع أو الهيكل من السرج، جمع سراج فيه زيت وفتيلة ونور، نور ونار. لاحظوا أن النار نور، مش ممكن ما دام يوجد نار يبقى بتنور. ولذلك في العهد القديم كان في نور في السرج، وكان لابد ينوروها ليل نير ونهار، وناس مخصوصين بخدمة السرج من اللويين. عندنا في الأديرة كانت السرج دي اللي موجودة عند القديسين، في واحد في الدير مخصوص بإنارة السرج بنسميه القندلفت، جاي من قنديل أو كاندل يعني شمع، قندلفت. لابد أن يوجد النور في الكنيسة، بل إن المؤمن ممكن يعتبر منارة هو أيضا، مش بس الكنيسة منارة، المؤمن يعتبر منارة. كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد قيل عنهم أنهم المنارتين. والمؤمنون نور لأن رسالتهم نور. رسالتهم نور، زي ما ربنا قال في أشعياء 42:6: أجعلك نورا للأمم. وزي ما قال في أشعياء 60، قال يشرق عليك الرب فتسير الأمم في نورك. وقال إن قادوا آخرين يضيئون كالجلد أو كالكواكب إلى أبد الدهور. وإيه تاني؟ وسموهم نور لأن العقل البشري بيستنير، نسميها عقل مستنير. العقل المستنير فيه الفهم، الفهم بسرعته والفهم بجودته بصحته، يفهم فهم مظبوط وفهم بسرعة، ده العقل المستنير. وفيه الاستنتاج، تلاقي العقل المنور يستنتج بسرعة. وفيه الرؤية الجيدة، نظرته مظبوطة. وفيه سرعة الرد أو سرعة البديهة، فيه الذكاء. العقل المستنير يحسب ردود الفعل لكل عمل قبل أن يعمله، وفيه الذاكرة، ده العقل المستنير. ولنا نور في الروح وفي النفس، الروح التي فيها شفافية وصفاء. وأيضا الروح المنيرة هي اللي ربنا بيكشف ليها، زي ما قال بالعام أيام ما كان كويس، قال وحي الرجل المفتوح العينين الذي يرى رؤى القدير، مفتوح العينين. وربنا قال طوبى لعيونكم لأنها تبصر، في نور العينين، نور العينين المادية اللي بتبصر، ونور العينين الروحية اللي بتبصر أمور روحية أيضا. على أني أريد أن أقول في هذا النور بالنسبة للبشر، إن هناك نوعين من النور: نور داخلي اللي هو نور العقل والروح والنفس، ونور من الخارج جاي من ربنا ومن كتبه.
من الكشف الإلهي، من الوحي الإلهي، من أنبياء الله. الله ينير لك الطريق من الخارج. الله اللي بتقول له فهمني، علمني، أنر علي بنور وجهك فنخرج. كل إنسان فيه النوعين دول، نور داخلي من جوه ونور خارجي. من التعليم، التعليم بيعطي نورا أيضا. آخر نقطة في الإنسان المنير أو اللي بينور أو البشر، إنه يكون بعيد عن الظلمة. فما هي الظلمة؟ قلنا الظلمة في قصة الخليقة هي الظلمة المادية التي دعاها ليلا، والظلمة دعاها إيه؟ ليلا. فيما بعد الظلمة أصبحت هي الشيطان وكل جنوده الرديئة وكل أعماله النجسة. ولذلك نحن فيما نجحده في المعمودية إنما نجحد الظلمة ونعيش في النور. الظلمة أيضا ممكن أن تكون المادة والعالم والجسد المقاوم للروح. في أجساد قديسين دي بتشع نور، لكن الجسد المقاوم للروح اللي قيل عنه في غلاطي 5:17 إن اسلكوا بالروح وابتعدوا عن شهوة الجسد، لأن الجسد يقاوم الروح والروح تقاوم الجسد، كل منهما يقاوم الآخر. هذا الجسد اللي بيقاوم الروح ده ظلمة، هو نوع من الظلمة. لذلك الكتاب اتكلم كتير عن شهوات الجسد وحاجات زي دي لأنها ظلمة. والعالم إذا كان ماشي في الشر بنقول محبة العالم عداوة لله لأنها ظلمة. الظلمة عموما هي حياة الخطية. فالذي يريد أن يسلك في النور يبعد عن الظلمة، لأن المسيح قد جاء نورا للعالم، والناس أحبوا الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم شريرة. هنا مش أحب الظلمة يعني العتمة، الظلمة يعني الخطية أكثر من النور. ولذلك يقول لا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوه. دي أعمال الظلمة. ممكن أن تكون الظلمة أيضا هي الجهل، الجهل بالله، عدم معرفة الله، الجهل بالبر، الجهل بالأبدية، الجهل بالدينونة. ولذلك قال الرب شعبي هلك لعدم المعرفة، لأن الجهل عبارة عن ظلمة. هل لما خلق الله العالم وخلق الأرض المغمورة بالمياه وعلى وجه الغمر ظلمة، كانت هذه الأرض المغمورة بالمياه لا تعرف الله فأعتبر جهلها ظلمة غير الظلمة اللي قلناها بتاع الضباب؟ ممكن. بيقول العلم نور فيبقى الجهل ظلمة. والكتاب يقول قال الجاهل في قلبه ليس إله، مزمور 14:1 قال الجاهل في قلبه. والعذارى الجاهلات. على فكرة كلمة جاهلات دي احنا بالعربي بنقول جاهلات، في ترجمات انجليزية بيقول فولش. فولش يعني احمق يعني غبي. اهو ده في ظلمة برضه، يقول لك ده عقله مضلم. عقله مضلم يعني ايه؟ يعني ليس فيه نور. الظلمة ايضا هي عدم الشركة مع الروح القدس. الروح القدس الذي يرمز اليه بالزيت. ولذلك العذارى الجاهلات لما ما كانش عندهم زيت، ما كانش عندهم شركة مع الروح القدس، قالوا ان مصابيحنا تنطفئ.
الظلمة هي البعد عن الله، لأن الله هو النور الحقيقي، فاللي يبعد عن النور بيقعد في الظلمة. هنا وأذكر شيئا، هل كان رمزا في حينه أم لم يكن لست أعلم. في الضربات اللي ربنا ضرب بها مصر أيام فرعون، كان آخر ضربة تقريبا قبل الأفكار هي ضربة الظلام. ضربة الظلام لا يعرف الإنسان أين هو ولا يدري أين هو، عبارة عن الجهل الذي هو نوع من إيه؟ من الظلم. آخر كلمة هي الظلمة وقت الصليب المسيح، من الساعة السادسة للتسعة، كانت رمزا لظلمة الشعب اليهودي ولشرهم وحزنا على نكرانهم للجميل، وأيضا لجهلهم بالله، لأنهم لو عرفوا ما صلبوا رب المجد، وأيضا الطبيعة التي أظهرت حزنها على ظلمة الناس فلم تظهر لهم النور، تركتهم في الظلمة. اتفضلوا صلوا.